نعم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هل ترك الزواج تعبدا وتقربا إلى الله كما أراد الصحابة الذين قال بعضهم لا تزوج النساء؟ يحتمل أنه لعدم رغبته في النساء، لكن إذا رأيت كلامه على الجماع وما يتعلق به قلت هذا الرجل له شهوة، ويحتمل أنه لانشغاله بالعلم والدفاع عن الشريعة لم يتمكن من الزواج.